انا محمد نبيل بي ار ممبر من دايمنشنز. دايمنشنز هي اول ستودنت اكتيفيتي في هندسه حلوان. النهارده دايمنشنز بنعمل ميكر هاكاثون، وده للسنه الثانيه على التوالي. ايه هو ميكر هاكاثون؟ ميكر هاكاثون هي اول مسابقه هاردوير في مصر، وهدفها ان اللي عنده فكره يقدر يحققها وازاي يعمل بعد كده ستارت اب ليها. 16 تيم اتاهلهم الاوديشن كامب بعد ما عملنا الفلتريشن. انا اسمي عبد الرحمن الشيبيني، عندي 16 سنة، في تانية ثانوي. هو التيم بتاعنا اسمه ساوند مانيبيوليتور. ساوند مانيبيوليتور بحيث هي سماعة احنا بنتحكم في الأصوات اللي حوالين حضرتك، مثلا أصوات الناس اللي في الشارع، أصوات الأوتوبيسات، كل دي دوشة احنا مش عايزين نسمعها، يعني بنبقى عايزين نقفل ودانا عنها. تمام؟ ساعات واحد بيبقى عايز يذاكر، حد عايز يقرا، عمال في المصانع، الحاجات دي بتضر الودن جدا على فترات طويله. الفكره بتاعتنا ان احنا عايزين نازل الاصوات دي عن الودن بحيث ان احنا نسمع اللي احنا بس عايزينه. انا يوستينا البير، بشتغل في ابني انكيوبيشن. انا بشتغل ماسكه البارت بتاع الماركتنج والاوبريشنز، يعني الماركتنج للستارت ابس اللي بتجوين والاوبريشنز بتاعتهم عشان الدنيا تمشي سموث. يعني ما بحضرش احنا مين سبونسرز، احنا مستنيين نشوف الافكار اللي هتطلع من الميكر هاكاثون واللي هناخد منهم المفروض يعني حد من الناس اللي هتطلع. مش شرط يكون الفيرست وينر للكوليدج جادج، بس الوينر لاون ابني كرايتيريا. التيمز اللي هتكسب معانا هيبقى معاها هتاخد دعم مادي من السبونسر اللي معانا، وهتاخد كراود فاندنج ماتش كراود فاندنج من زومل.